إذن مستمعينا مثل ما خبرناكم راح نتواصل مباشرة مع الفاضل سعيد الهديفي أخ المرأة التي تعرضت كما ذكر في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن راح نعرف المعلومة من سعيد بشكل أوضح أنها تعرضت للإهانة والتهديد والاعتداء الذي أودى بها بأن تكون مرقدة في العناية المركزة وتفقد الوعي. هذه التفاصيل راح تكون إن شاء الله حاضرة. مساك الله بالخير أخوي سعيد. أسمعك أنا. حياك الله يا مرحبا وسهلا فيك. ويعني نريد قبل لا نعرف التفاصيل أول شيء نتمنى إن شاء الله السلامة لأختك وطمنا عليها الآن. ما هي ظروفها الصحية حاليا؟ الحمد لله الحين وضعها الحمد لله شبه مستقر نشكر الله دائما. الحمد لله. هي الحين تحولت من مثل ما قلت كان في العناية تحولت إلى غرفة منعزلة. نعم. لكن نشكر الله دائما في نفس الوقت. نعم. ناخذ تفاصيل هذا القصة منك مباشرة منعا لأي إشاعات أو معلومات مغلوطة. ما الذي حدث بالضبط؟ إن شاء الله. هو الحادثة صارت في يوم الاثنين اللي هو التاريخ 22 سبعة. نعم. كان في الصباح تقريبا إن الوضع شبه عادي. الأخت راحت الدوام اللي هو التعود الروتيني. الصباح طبعا جاءت أحد جاءت مسؤولتها المباشرة المديرة. يداوم في القطاع الخاص. في القطاع الخاص. نعم نعم. فحاولت مديرتها إنها تتكلم معها بصوت عالي إنه بأسباب معينة في العمل اللي هي ما واضحة طبعا بالنسبة لنا نحن لأن ما في شيء كان واضح بالنسبة لنا. نعم. لكن الموضوع يتعلق بالعمل. يتعلق بالعمل. نعم. فكانت المديرة أو العمانية طبعا هي المديرة كانت إنها تتكلم بصوت عالي فأختي عملت مثل ما يقولوا كبرت عقلها وسكتت عنها وخلص الموضوع وراح. نعم. المشكلة مو هنا المشكلة إنها عادت المديرة هذه نفس الأسلوب بعد وقت يعني بعد الوقت. نعم. فأختي عفويا يعني جاوبتها إنها أنت وش تبي مني؟ فصار إن أختي طاحت وضرب رأسها في جسم حاد. يعني مثل ما قلنا احنا خل توازنها وضرب راسه في جسم حاد. بس لحظه شوي سعيد كيف يعني طاحت؟ تعثرت وطاحت ولا صارت في مشاده بينها وبين المديره؟ والله هنا النقطه نحن اللي هي الفارقه بيننا لان في الكلام اللي وصلنا انه في احتمال انه صار مشاده بينها وبين مديرتها الى مثل ما قلنا احنا نقول جذب مثل ما قلنا هذا الكلام هذا وصلنا نحن. نعم. لكن هذا على حسب الكلام اللي وصلكم من زميلاتها في الدوام. بالضبط. بالضبط. نعم. لأن هي نحن ما قدرنا نأخذ من عندها أي تفاصيل لحالتها الصحية الحين. نعم. أيوة. فوصلت للمستشفى في حالة إغماء. وطبعا تقرير الدكتور أو كلام الدكتور إنه يحتاج عملية لأن في نزيف داخلي في الرأس وفي الدماغ. نعم. فأجرت العملية في نهاية اليوم اللي هو في تقريبا صباح يوم ثاني. عملية مباشرة كانت. نعم. بدون تأخير. طيب في حد تواصل معكم من الشركة اللي تداوم فيها أختك؟ لا لا ما أحد اتصل فينا ولا أحد تكلم. رغم أن هذا الحادث رغم أن هذا الحادثة كانت في بيئة العمل يعني كانت في الدوام. بالضبط. هذا الكلام اللي وصلنا بس من زميلات اللي موجودات في العمل إن أختكم في المستشفى في عند النزيف في الدماغ. نعم. وصلنا طبعا المستشفى حصلنا في هذا الوضع سألنا المستشفى وش الحالة قال الحالة خطرة يحتاج لها عملية بشكل عاجل. نعم يمكن هي لما سقطت سقطت يمكن على شيء حاد يعني هذا اللي فهمنا يعني انه بدو سقوطها او خل توازنها انه سقط على شيء حاد. طبعا هذه التفاصيل اخوي سعيد ما صار من الصعب معرفتها لان الحين تقريبا كل بيئات العمل مزودة بكاميرات في المكاتب ويعني يسهل الوصول لها. عموما ما هي يعني اللي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي انه تعرضت للتهديد والإهانة. هل كانت اختك تشتكي من اي ظروف معينة في بيئة العمل قبل هذه الحادثة؟ حتى هل كانت تشتكي لكم من معاملة سيئة مثلا في العمل من تهديد معين إهانات؟ بالنسبة لهذه النقطة نحن نتكلم كبيئة عمانية تقريبا هي في بيتها نحن في بيتنا. نعم. لكن هو التواصل أسري فإذا. نعم. كان في أي مشكلة في العمل فتكون نعتبرها نحن مشكلة عادية روتينية ما نعم. واجه مشكلة في حياته. نعم. في عمله. نعم. صحيح. فهي يمكن ما ذكرتها لأن ما يحتاج لها التذكر. نعم نعم. لكن طبعا مع الوقت
زميلات اللي هم موجودات كانوا يقولوا كانت في مشاهدات شبه دائمة عندهم في المكتب. نعم. طبعا ما بالنسبة لأختي طبعا أختي. نعم. فيها كاملة اللي موجودة فيها أختي. نعم. الآن ما هي الإجراءات التي يعني تنوون اتخاذها أخوي سيد؟ نحن الحين جالسين نقول بنرفع قضية طبعا على الشخص اللي اعتدى يعني إن شاء الله، ونشوف المحامين إن شاء الله وش بيأخذ الإجراءات القانون اللي هو المفروض وبنمشي عليها. نعم. نحن ما نريد أكثر من حق أختنا، لا أكثر ولا أقل. نعم. لأن ما نعرف أحداثيات الموضوع إلا باتخاذ القرار القانوني. نعم. كامل. نعم. طيب يا أخوي سيد، نحن بغينا أخذ هذه التفاصيل منك أنت مباشرة، منعا لأي تأويلات أو حتى اجتهادات. أحيانا اللي يسمع القصة يمكن يألف قصة من عنده جديدة، ولا يذكر معلومة مغلوطة. فيعطيك العافية، ونحن نحييك على شجاعتك وطرحك لهذا الموضوع رغم هذه الظروف، ونتمنى إن شاء الله السلامة وترجع أختك لبيتها معافاة بإذن الله. آمين يا رب. بارك الله فيكم على التوضيح كامل الصورة هذه المطلوب، هذا من جهتكم، أنتم مفروضة، وجزاكم الله هذا واجبنا. تسلم بارك الله فيك. الله فيك. يعطيك العافية.